قبل لا يكون كاين واليوم يا دنيا الغرور ما فيه مني يجاوب العالم بخبار ويجاوب معنى السلام يقول للملك حق لله القهار وحياة العز بالدوام نعم القيوم خالق الجنة والنار يوم البعث والقيام ويبقى الحال كيف مراد الوهاب يأمر رسمات صب مطر على الرماس بما في صيف تلمني هو صباب تحيا به الورى اجساد بغير انفاس بعد ان يحيي ملايك الحضر الاقراب لنجاب الأربعة يقول بن عباس يرسلهم رب كل محتاج إلا رضواني يحتفل يعطيهم البراق والتاج وعلم الحمد والحلل الهلالي لا يكون وهاج الهلالي لا يزيد وهاج فيما ياتي وما قبل في ساعة يوقفوا على الجنة الخيار يعطيهم صاحب المقام الثياب والتاج الهدى نعم المختار من حضرة جنة السلام نعم القيوم خالق الجنة والنار ليوم البعث والقيام من ثم يسيروا الملائكة بالتهليل في صلاة المصطفى محمد بوديهاج ويقولوا بينهم نادي يا جبريل يقولوا بينهم ناديه يا جبريل لأنك صاحبوني سوف المعراج ويقول له قوم يا محمد بالتفضيل بإذن الله قوم بجمالك الوهاج من قبر باهي المنارة يخرجك الشمس من السحاب ويسلم يا أهل الإشارة بعد أن يقول في الخطاب هل يا جبريل بالبشارة من ربي سامع الجواب هنية بالقبول يا قرة الأبصار المولى قرالك السلام لقدومك حق طابت الجنة بثمار والحور تزين الخيام نعم القيوم خالق الجنة والنار ليوم البعث والقيام ويقول له ليس عن هذا سلتك بشرني عن أمتي خير خبارك يقول له كان سلتني عن دايراتك أو جمهور أمتك يحميهم شانك وعناية من بالرسالة قد بعثك عطاك الحوض والشفاعة لغمانك إلا الجنة على البرية حرمها المالك الرفيع حتى تدخل لها هنية بصحابك وأمتك جميع وهل الزلات والخطية الله
الله وانت ليهم شفيع. ثم فرح النبي احمد قلب الجهار، رضيت بمرض السلام، لله الحمد ربنا واجب يشكر على فضل وعلى الدوام. نعم القيوم خالق الجنة والنار ليوم البعث والقيام. سرجلوا البراق الكسوة والتاج، ميكائيل بالعلام ساير قدامه، وملايك ربنا معاه فواج فواج، حتى للعرش ثم سجد بسلامه، وينادي يا عزيز يا خلق الزواج، صبحانك يا من تعالى بدوامه، ويقول له مرحبا وتسهيل ابقط بدواير الفلاح. يأمر ربي على إسرافيل ينفخ السرى، ينفخ على البعث في الأرواح، للبرزخ بغير تمهيل طالع كالنحل خارج من الجباح، وتقوم الخلق كالجراد على الشجار، للمحشر عامل الزحام في ذاك اليوم. قال مولانا مقدار 50,000 سنة عوام. نعم القيوم خلق الجنة والنار ليوم البعث والقيام. نعم القيوم خلق الجنة والنار محمد رحمة الأنام. يتعظم ذاك النهار بالهول والمحان، والبحر يعود نار بمواج وطامي، الناس تكون قد فضع في الغدران من طوفان العريق والصهد الحامي، والروس تفور كل قدور من الغليان على قدر الذنوب لقدر تسامي. يتعظم موقف القيام تزفر الغام مع الجحيم، يوم لقى يوم لا كسوى ولا طعام، لا مال يفك ولا حريم، يوم لا ينفع الندم في ذاك نهار العظيم. لله المغيث رحيم وغفار، وعد بنعيم والكرام، وعد الجحيم للقوم الكفار، وعذاب الهول والنقام. نعم القيوم خلق الجنة والنار ليوم البعث والقيام. نعم القيوم خلق الجنة والنار محمد رحمة الأنام. تزفر ذاك النهار بالغيظ جهنم، وتمد عناقها سواعق سبع ريوس، زبانية تجارها جند محزم، بمقام عكول طام مغضبا عبوس، بلسان فصيح للخلايق تتكلم، توكد بحره لها تزهق النفوس، وتقول أنا اللي كل كافر ملو من قبضتي فلات، تلقط بالغيظ كل كافر كلقط الطير للفتات، وقلوب الخلق الحناجر تلغاب الهول والغوات. إذا طال الوقوف بالهول والكدار يقولوا جملة الأمم
هي وتعاودوا البنوم والمقدار ادم يشبع لنا قوام بين منابر والانبياء والناس جنود بعد كراسي الاولياء في شان رفيع اول ما يقصدوه الحال الموعود ادم بولنبيا وجد الناس جميع ويقول ليهم ليس لي انا المقصود روحوا لولدي نوح لغناه يكون شفيع نمشي ولصاحب السفينة ونقولوا ليه يا فضيل قبل بشفعتك علينا ويقول أنا للي سبيل لكن مشيوا في الماكينة لمقام إبراهيم الخليل ويقولوا بالوصول خليل الجبار يا جد الأنبياء الكرام اشفع في من دخل حرمكم يا الخيار ويقول انا لا مرام عليكم يا اهل الحشر بكليم الله موسى نمشي وليه يصرفنا بالمقال عليكم بالمسيح عيسى روح الله ابن الحرة البتول ويقول على حال عليكم بنبينا الشفيع رسول الله المكي تاج الأنبياء ختم الرسال يا محمد صاحب الشفاعة وعدك الله بالرضا جينا ليك يا صاحب الرضاعة جيرنا من الهول واللضا نمشي وللمصطفى فزاعة لمقام العز والحظا نمشي ولهاشم يحمد شارق النوار ويقولوا جملة الأمام جينا ليك نطلبوا شفاعة يا مختار يا زين التاج والعلام نعم القيوم خالق الجنة والنار ليوم البعث والقيام نعم القيوم خالق الجنة والنار محمد رحمة الأنام ويقول أنا ليها في ذا اليوم الموعود دخرت جواب دعوتي عند العالي من المنبر يقوم للمقام المعبود بين منابر الانبياء شمس ويلالي يسجد في التراوي نادي يا موجود سلتك بشفاعة الورى اجبر حالي ويقول له الدائم المصرمد ارفع راسك من السجود اشفعت اشفع يا محمد سألت اعطى بجل الجود يقول الهاشمي الممجد اجعل في رضاك يا ودود اهل الجنة يدخلوها واهل النار يمشيوا ليها بلا مرام أنا الشفيع في أمتي وانت غفار يا علي الجاه والمقام يقول له المولى كن في جنة رضوان هنيا بجميع ما وعدت يوم يكون أنت الشفيع حق وأنا الرحمن بعد الحساب سير بجمع المضمون في ساعة ينصبوا صيرات وميزان يتعاطى والصحوف بيسر المكنون واحد على اليمنى كتابه واخر من جهة الشمال واخر ياتي ورا جنابه فيهم بنهاية الفعال بعدين يقرا ويستجابوا عند الميزان باعتدال تتقابل بالكفوف حسنات ولوزار ويبان الحق يستقام
من ثقل الوزن فيه ينجى من الوعار والغير يسير في الغتام نعم القيوم خالق الجنة والنار ليوم البعث والقيام نعم القيوم خالق الجنة والنار محمد رحمة الأنام الصراط الناس الجوز زباني يا شداد لا قلب يعطف واحد مثل الجواد والورشان يجوز وشي مثل السهام والبرق الخاطف شي يمشي وشي على الربعة مطبوز شي على بطنه وشي على وجهه عاكف منصوب عليه واجه النم من 3000 عوام طول رق من شعر الموسلهم بحداه الهاشمي الرسول يقول يا مني راوي علم ثبت القدام لا تزول ويجوز وخاصته وصحابه الانصار اهل الايمان بالتمام على 7 من القناطر من الوعار ينجو بشفاعة الهمام نعم القيوم خالق الجنة والنار ليوم البعث والقيام نعم القيوم خالق الجنة والنار محمد رحمة الأنام بعد يسقي أمته من حوض الكوثر على أعداد نجوم من جواهر كيسان برد من الثلج ماه وحلى من السكر فتح كم العبير في وقت الأوان عثمان وعلي وأبو بكر مع عمر يسقي وناس بين الربعات وأركان بعد يسقي وكل غمآن يمشي المختار بالجميع هاني سالي بهيج فرحان الجنان الخلد الرفيع على بابه يصيب رضوان يقول له جوز يا شفيع ادخل يا المصطفى بهلك نعم الدار ونعيمها على الدوام لباس من الحرير وحورات بكار وفرش ونواع من الطعام يدخل مشروح والملايك قدامه القصور الخلد والسراير مرفوعات كل سرير به جباهي ترقامه وزرابي من الحرير فوقه موضوعات وثمار من كل طعم دايم بدوامه لا مقطوعة ثمارها ولا ممنوعات قصور مشيدين تلمع وغرب وقبب معاليات ومنازه من ذهب تسطع كالشمس السماء إذا ضوات نبات الزعفران الرفع في أرض ترابها نبات بالماء في قصورها تجري النهار من اللبن وعسل والمدام وطيور على النخيل وعريش الشجار تبدل النغاي من النظام نعم القيوم خالق الجنة والنار ليوم البعث والقيام نعم القيوم خالق الجنة والنار محمد رحمة الأنام وراق شجارها صبر جد وعقيان والسندس والعبير من فوق وديباج ياقوت حجارها وجوهر ومرجان والعنبر والمسك
العنبر واليقوت والمسكن نفاج والجنة ما نطيق نوصفها بلسان فوق ما تشتهي النفوس وما تحتاج نرجع لحديثنا المنظم في سياق تمام ذي القصيد قدر ما يدخل الجهنم شرار القوم والوعيد يقول من يرى ويعلم الجبريل مشي لهم وكيد يوجدهم كيف راد مولانا غيار الحطام ما كما الحطام لما توقد في بدنهم بالهيب النار يحكي ولا سلوك الفدام بالهيبة نارهم تهرب من جبريل مسير مئات عام تخمد له من الهيب الله قريب ويقولوا صاحب المختارة واللي بينا باهي الوجود كيف تركنا مع النصارى والمجوسين واليهود زادوا العذاب ناد سارة الشوم وكثير النكود رنا في كل ساعة ما هم في غيار الهول وكثرة الخصام وكثير من النفاق في خبايث الشرار وعذاب جملة النقام نعم القيوم خالق الجنة والنار ليوم البعث والقيام نعم القيوم خالق الجنة والنار محمد رحمة الأنام في الحين يعاود الأميني للملك على أهل المحان يقول الله تعالى حالة ناس الجحيم ليس هي تخفيك راهم من العذاب في شر الحالة طائفة الإسلام ضاجة تضر عليك ويقول له الرب لا تمهل في ذي المسالة يعجل جبريل بالرسالة لمقام الطاهر الوسيم ويعاود له ذي المسالة ما قالوا القوم في الجحيم يسجد الشامخ الجلالة لله الأحد العظيم يسمع للنداء ارفع راسك يسمع للنداء ارفع راسك تنصار بما يرضيك على الدوام ويقول له طائفة أمتك اللي في النار خرجهم الكل يا سلام خرجهم بأمر الإله المتعظم والغفران السميح ليهم في مكان هدا حدي ما بلغ في هذا العلم رجست البرهمان في سلوك الذبان في مديح الهاشمي أحمد زين المبسم يجعلنا في جنان هنا وفي لمان يجعلنا في الجنان هنا وفي لمان يا مولايا بجه طه الهادي الهاشمي الرفيع تغفر للناس في خطاها واجعل في ضيقها وسيع بجه السلكة ومن قراها ارحم الاسلام بالجميع احنا والوالدين والاهل والحضار وصحاب الدين والصيام ارحم عبد العزيز ناظم ذي الاشعار المغراوي رايس الكلام ونثني في صلاة ملقحة الاشجار وما فتح الورد في الكمام نعم القيوم خلق الجنة والنار ليوم البعث والقيام محمد رحمة الأنام دعني يا ناديم في شربي كاس الحب يحيي لي قلبي يعني يا ناديم في شربي كاس الحب يحيي لي قلبي وانا يا راني مصبي وبه نهيم وبه نهيم
وبه نهيم كاس الحب يحيي لي قلبي وبه نهيم كاس الحب يحيي لي قلبي وبه نهيم سقني بكاس الأول خلى العقل مني مدهل قلت يا أخي متهول وبه نهيم سقني بكاس الثاني يجلي عادي وحزاني الثالث به رواني خلاني مهم خلاني مهم خلاني مهم الثالث به رواني خلاني مهم الثالث به رواني دعني يا نبي سقني بكاس الرابع والخمس وانا متواضع والسادس زاد لي سابع حي الله نديم حي الله نديم حي الله نديم حي الله نديم السادس زاد لي سابع حي الله نديم السادس زاد لي سابع حي الله نديم سقني بكاس الثامن والتسع تاركني ساكن سقني بكاس الثامن التسع تاركني ساكن قال لي بهذا تامن بنار الجحيم بنار الجحيم بنار الجحيم بنار الجحيم قال لي بهذا تامن بنار الجحيم بنار الجحيم سيدي تعني يا نديم سقني بكاس العاشر خلى العقل مني ناشر سقني بكاس العاشر خلى العقل مني ناشر بقيت يا أخي متباشر في دار النعيم في دار النعيم في دار النعيم في دار النعيم وبقيت يا أخي متباشر في دار النعيم في دار النعيم يا سيدي تعني يا نبي يا ربي بجاه العدنان قوي لي الصفا والإيمان يا ربي بجاه العدنان طويل الصفا والإيمان اغفر الوالي بو عثمان وكل رحيم وكل رحيم وكل رحيم وكل رحيم اغفر للوالي بو عثمان وكل رحيم وكل رحيم يا سيدي دعني يا نديم دعني يا نديم في شربي كاس الحب يحيي لي قلبي وانا يا راني مسبي وبه نهيم وبه نهيم وبه نهيم وانا يا راني مسبي وبه نهيم دعني يا نديم دعني يا نديم في شربي
Thank you.